برنامج صدارة عندنا النهاردة هنعمل فتة الكتف وهنعمل كمان قطايف بالفواكه المجففة. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف المقادير بتاعتنا النهاردة هتبقى عبارة عن ايه. مستنياكم. رجعنا تاني بعد الفاصل، تعالوا بقى مع بعض نشوف الكتف هنبقى محتاجين ايه. ده كتف بتلو، شايفين عامل ازاي، وطبعا فيه كمية من الدهون جامدة جدا ان احنا لما هنيجي نشوحه مش هنحط فيه اي نوع من اي سمنة او زبدة عشان كل ده بيدوب في النار. التتبيلة بقى بتاعته هتبقى عبارة عن خل عنب وليمون، كاري، كريمة لباني، لبن، وكمان سويت اند ساور، وممكن كمان نحط عصير تفاح. يعني ممكن كمان نحط عصير تفاح او عصير رمان، الاثنين بيدوا طعم حلو قوي. اول حاجه هعملها ان انا هعمل التتبيله، هنحط السويت اند ساور كده. التتبيله دي مهمه جدا ونبيتها ليله في الثلاجه قبل ما نعملها تاني يوم، يعني ما ننساش الحته دي ان احنا نبيتها ليله في الثلاجه قبل ما نعملها تاني يوم. نحط كده كل الكميه. وهنحط خل العنب، هنحط كمان الليمون. خل العنب والليمون من الحاجات المهمة جدا في التتبيلة. ليه؟ بيخلي أنسجة اللحم طرية لما نيجي نسويها وبعد كده نحطها في الفرن بتبقى عاملة زي بتبقى دايبة، فمهم جدا خل العنب والليمون. وكمان ممكن نحط مية بصل. هنحط كاري، هنحط كريمة لباني، بتطريها جدا. عايزة اقول لكم يعني جربوها كده بالكريمة اللباني هتدعولي في الوصفة دي. نشيل بس الحاجات دي كده. هنحط ثوم مفروم، هنحط لبن. بما ان احنا حطينا نص كوباية كريمة لباني هنحط تقريبا ربع كوباية لبن، مش هنحط كريمة لباني، نحط نص كوباية لبن كبيرة. هنحط بصل متقطع صغنن جدا، وهنزود كمان زي ما انا قلت مية البصل، انا بس ما زودتهاش بس احنا نحطها هتبقى مهمة جدا. نحط بقى في التوابل بابريكا، نحط فلفل اسود، ما نحطش ملح خالص زي ما احنا متعودين على اي نوع من اللحوم عشان يخليها تتبل كويس. نحط بهارات، هنحط بودرة الثوم، وهنحط بودرة البصل، بس هحط بقى زيت عشان يطري اللحمة. انا عارفة ان اللحمة فيها كمية دهن كبيرة بس الزيت مهم عشان يطري اللحمة. هقلب بقى كويس جدا المكونات دي مع بعض كويس قوي قوي قوي. اضربها احسن بالويسك عشان تتخلط كويس قوي مع بعض. بس هبتدي بقى احط
الكتف كده، شايفين كل ده هيدوب مجرد ما نحطها على النار. فهبتدي بس اقول لكم بس نحط كده التتبيله. بس كده احنا هنخلي الكتف زي ما انا قلت 6 ساعات متبل. ايه رايكم نطلع فاصل ونرجع نشوف نسخه الكتف اللي انا عاملاها، نظبط الفته ونعمل كمان القطايف بالفواكه المجففه. خليكم معايا. بعد الفاصل احنا دلوقتي هنعمل قطايف بالفواكه المجففه، عباره عن مشمشيه وقراصيه وزبيب. انا كده ملخبطاهم مع بعض، وهي دي القطايف. وهنكمل كمان الفته، كتف الفته. انا حطيت بس في الفاصل، عملت توم مع سمنه بلدي مع ميكس من صلصه الطماطم والسويت اند ساور، حطيتهم مع بعض واهم بيتسبكوا زي ما انتم شايفين كده. وعشان القطايف انا شايفاها كده خلاص يعني اتسبكت كويس قوي. وعشان القطايف هنا انا هحط شربات يتسخن. نشوف الاول القطايف هنعملها ازاي، ونشيل كده الحاجات دي. القطايف هنجيب كده، دي قطايف عصافيري صغننه، هنجيبها كده ونحشيها بالحشوه. هي اصلا ما بتحتاجش حشوه كتيره عشان هي صغيره، بس بقفلها كده زي ما انتوا شايفين. اعمل واحده كمان. بس وبقليها، وبعد كده اسيبها تبرد عشان الشربات هيبقى سخن. بقليها كده زي ما انتم شايفين وانا سايباها تبرد خالص. هجيب كده الشربات واحط فيه القطايف. وابتدي اطلع القطايف من الشربات على طول عشان تفضل مقرمشه من بره وبتبقى طريه جدا من جوه. لكن لو سبناها بقى في الشربات فتره كده حبه حلوين بتبقى طريه جدا ومش بتبقى لطيفه خالص في الاكل ولا في التقديم. شايفين شكلها عامل ازاي؟ الصلصه كده خلاص اتسبكت. هشيلها كده احطها هنا على جنب، واحط الرز البسمتي. الكتف ده بقى، ده طبعا الكتف اللي احنا تبلناه اول ما خلصنا ال6 ساعات اللي قلت لكم عليها اللي هي المينيمم. لكن لو طبعا ينفع 24 ساعه، بنجيب طاسه كبيره وبنشوحها على الناحيتين فيهم، بعدين نحطها في الفرن ونفضل نسقسقها كل شويه بالتتبيله اللي احنا بيتنا فيها. وشايفين كش ازاي كل الدهون اللي كانت محوطاه نزلت اصلا في الطاسة اللي انا بشوحه فيها. هحط كده فلفل اسود وملح على الصوص. فلفل اسود وملح، اقلبه كده كويس قوي. وبعدين هقلب الرز الاول. نحط نعمل ايه، اسيب دي كده على جنب. نقلب الاول الرز بالفستق
والسوداني، وممكن كمان كبشة زبيب. هقلبه كده كويس قوي عشان لما حد ياخد معلقه يبقى كله مكسرات، ما نحطش بس مكسرات فوق الوش. وطبعا لو مش عايزين مكسرات خالص براحتكم، ممكن تحطوا اي نوع خضار، ممكن بسله بالجزر كمان بتبقى حلوه قوي، ممكن ذره وبسله، ممكن ذره وفاصوليا، ممكن مشروم وذره، يعني الحاجه اللي انتوا بتحبوها. هبتدي بقى احط كده، ريحتها جميله جدا جدا جدا. ابتدي بقى احط كده الرز، بس كده انا غطيته كله بالرز. الكتف بقى هبتدي احطه بالطريقة دي، واحط هنا البندق كده، وهجيب بقية الصوص واحطه. ولو عايزين نكتر عشان نحطه جنبيه، بحيث ان كل اللي يقطع من الفخده او سوري دي الكتف، الكتف ياخد حته، بس انا بقول لكم هي مش هتبقى مستاهله خالص لانها ناعمه جدا جدا جدا. ابتدي بقى احطها كده في السفره بتاعتنا. كده النهارده خلصنا الحلقه بتاعتنا. عملنا ايه؟ عملنا قطايف بالفواكه المجففه، حطينا او حشيناها بالقراصيه والمشمشيه وكمان الزبيب، وما ننساش لما تبرد خالص نحطها في الشربات السخن ونطلعها على طول. وعملنا كمان فتت الكتف البتيلو مع الرز بالمكسرات والعيش التورتيلا، وما ننساش الصوص الاحمر اللي عباره عن صلصه طماطم وسويت اند ساور وتوم مفروم مع السمنه البلدي، وسبناها تتسبك وبعدين حطيناها بالطريقه دي. يا رب تكون الوصفات النهارده عجبتكم واتبسطتوا بيها، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.